رجعنا لكم مرة أخرى، مرحبا بكم مرة أخرى. مازال معنا الممثل القدير فؤاد لي تيم. رو بونجور فؤاد. إجا نمشيو نرجعوا بتولي شوية في الانترفيو نتاعنا، نمشيو للفيلم اللي قلت هذا فيلم جديد إن شاء الله، اللي هو قلت إخراج المخرج سامي الحاج. هو ما نحبش نحكي عليه برشا الموضوع. سكوب بركة اسمه. اسم الفيلم. اسم الفيلم. خليه. من يختك؟ خليه. ماني خوف. والله ما اسمعيني. ماني ما عنديش الحق. ماني ما عنديش الحق جو ديفوا الحاجة اللي هي ما زالت. إيه حتى الاسم، هذا الاسم شنو باش يصير بعدك باش تقول لي على الاسم؟ مازال لأنه ديجا الاسم بدو عامل حبارة. أيوا. برهيت نعملوا حبارة. خليه. تبقى الفؤاد. قيليني هذا تحبي تعملي الفزات أنا وسامي سعد والله. ماك الجريء. بالعكس انا تعرفين على الجريء جد يعرفوني بلاتوات في جرأتي في الظهر. اما شنو هذايا داري على سمعيتها في ايده؟ هذيك هي خليك واستعينوا على قضاء حوائجكم بالخدمات. هو مش كنت انا يقول ترى سامي الحاج معناتها اللي كان عنده حاجه باش حاجتهم به كان هو. جستمون تخافوا من تكامبين؟ تخاف لا يكلموا توا تكلموا سامي الحاج وذي حاجه تصير ديما؟ مش تخافوا انا نجم نكلموه. انا سامي عندنا تقريبا عامين. اي هو حكينا البروجي حكينا عليه عندنا برشا. اي ولكن الكتابه وفات عندها تقريبا عامين عام شوي. انت وشكون؟ تو لا لا هو يكتب وحده. لا يكتب ويحكي لي. هو اقترح عليك الدوره هذيك وكتبه لك. حكينا فيه. تخاف لا يكلموا توا انت بسيف ذكرت اسم سامي الحاج. تخاف لا يكلموا سامي واحد من الممثلين اللي هو قاعده تصير الحكايه للاسف الشديد. يا بنتي حاجه عظيمه ياسر. يقولوا له فك عليك من فؤاد لي تيم. قديش بشيخ وكاشي. مره قالوا له راهو خارج ما عرفش شكون مش علينا فيه مش لازم مجلس بالامانه. ما قالوا له راهو فؤاد خرج يقرا لبرا. جمله. والله يدهني بحذاك. قول لي شكون قلت له. قال لي قينا بركة. انا عرفت صاحبي. توا مش باش يقولوا له خارج. مخرج كبير راهو زاد. والله العظيم. والله شعلينا فيه. والله العظيم. مش تقول لي. والله العظيم. مش تقول لي. نضحك انا ضحكوني. انا اكثر من هكا معناتها لو كيلو نتاع القدره على النفاق. اي. قدره على النفاق عجيبه ياسر ياسر ياسر. بيان سور مش ناس كل لكن برشا تو منتشره يضحك معاك واحد وهو قاعد يحفر لك ويقد لك في الامور. تي تو معناها ينحي لك هكا يحب ينحي لك من فمك الخدمه واحد. وقت اللي نقول انا معناتها خليه دبرس بصحته وكل حاجه كيفاش تكتب معناها واحد ماهوش مسيب ولا ملوح ولا من الشارع. جوستومون مشيش توا يخترعوا لك يقولوا له راه مريض بالكورونا لا قدر عليك. لطف. لا اما معناتها ما يقلقنيش معناتها حتى كي تمشي حاجه ما عنديش قلق ما معناتها نقول كل معناتها كل حاجه كيفاش تكتب اذا كان واحد كتبت له باش يخدم حاجه باش يخدم تو يخدمها. جوستومون نمشيو للمسلسل 27 اللي هو مسلسل للاسف الجديد. السيناريو كان مزيان برشا الحاجه اللي غشتنا الناس كل بعديك لقينا حتى اللي صورناه ما لقيناهوش خلصت ولا ما زلت؟ جزء بسيط اي انا مثلا ما خلصتش حتى فرانك فيه مازال حتى دورو مازال انا كان نزيد نحكي لك معناتها علاش تقول لي غبت ولا بعدت الحقيقه الدومين ولا كانه تحت حيط معناها كله قلبه تي تحت حيط كانوا تحت حيط معناتها تلافز تحسهم توا كل معناتها كل شو يسميهم هذوكم الكنات كيما الكنات راهي كاين كتبهم يبيعوا في البرامج خلصة يقولوا برشا تحية كيما الخمر يبيعوا في البرامج خلصة يعملوا في الاشياء خلصة معناتها من تحت لتحت هكا برشا تحية برشا انا نحب فلوس مثلا من حنا بعل اي من شنو؟ نحب من حنا بعل المسلسل اللي تعاود تو نتاع الريسك اللي في حنا بعل نحب 5 ملايين لتو اي البارح عامل غير وقفه احتجاجيه البارح ما في باليش بها سينا راني مشيت مش مشكل انا معترف للمدير القناه والقناه عندي مش الفلوس ريسك انا عندي فلوس بتاع برنامج مع عبد الرزاق شابي عام كم مش خالص ومع عائشه جزء محترم يعني الكل في الكل فما حسبه باهيه معناها بتاع فلوس اي في الوطنيه زاد عندي ثلاثة معناتها عندي فلوس في الوطنيه نحبها حتى في الوطنيه ما عندي فلوس نحبها في الوطنيه اي الوطنيه في العاده تخلص عندي فلوس نحبها في الوطنيه على شنو على يعرفوني هم يعرفوا بالضبط على برنامج في برنامج معناتها برنامج مش لازم نسمي الاسماء خاطر هم عارفين روحهم الكاميرا الخفيه مثلا لا 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 لا
لا لا بروجرام رجلين مساحه في الكونتران نتاعي واحد وقتاش هيا نكلم البروديكتور ها مش لازم نذكر اسمه خاطر يولي عيب اما هاو الجمعه الجايه هاو الجمعه اللي بعدها بون باش نعاود نتصل من اول وجديد انا على الحكايه هذه انا نسال معناتها وقت تحلت قناه التونسيه وخذاها سليم الرياحي اي نحب 20,000 دينار انا واو اي فلوس معناتها نحكي في حاجه كنت نجم نحكيها تحت حيط مع ناس أي. اما كي تقولها تو في التلفزه حقيقه نقولها للانسان اذا كان حد عنده العكس هذا يقابلني يجابهني لانه انا عندي عندي لي بروف معناتها نتاع مثلا برنامج التونسية انا مش اللي تعمل التونسية كنت فيه ممثل اي و جي سيني ان كونترايت وسا ولكن من بعد عندي لي كابتور ديكران والايميل والاعتراف بالدين للمنتج اللي انا عندي شكون المنتج المنتج صديقنا فراس اللي هو توا في فرنسا يعيش معناتها سي ان رياليزاتور بعث لي كل شيء وعندي كل شيء ولكن دونك دوكو تولي تقول تخلي اهل البلا في بلا دونك نعملوا مسرح نعملوا سينما وقت اللي تجي بروبوزيسيون معناتها سيريوز وفيها خاطر فما دي بروبوزيسيون راهو معناتها فما مقترحات اما تحس اللي ماهوش باش يخلصوا تتفد علاش ما عملتش اعتصام كما مراد بن نافله ولطيف القفصي بون هما عملوا راه شافوا هكاك انا ما نعرفش ما بون جي با ما عملتش كهو تنجم ماكش في حاجه اليوم الفلوس فؤاد لا بالعكس علاه معناتها فما واحد مال علاش ما عملتش حتى خطوه باش تخلص ما عملتش حتى ايفور مشيت والله عملت لي زيفور اللي هما نتاع الاخلاق ما عرفتي خاطر ماني قديم انا علاش لا انا قديم انا قديم تعتبره مش اخلاق لا توا هاكا الشكل الاعتصام ولا يا اخي من قبل نعمل في الاعتصامات يا اخي فما برشا ناس اكيد راهم ما خلصوش دي تكنيسيان ودي انا قلت لك ولا تلافز ولات كانك تحت حيط اي معناتها كانهم كانك عامل نسبه في بو جوستومون سؤال اخير فؤاد لي تيم لانه بالحق الوقت معاك مزيان وقصير اما الحق ضبطنا الوقت الاعمال القادمه نتاعك شنو هي الاعمال التلفزيه؟ التلفزيه بور لو مومون لا اي الحقيقه انا مازلت كي حكيت لك قلت لك راهو الوضع كيفاش معمول راهو كي نحكي هكا اكيد فما في هذا الكل فما نورات اي كعبة اثنين ثلاثة تعرفهم ويعرفونا تحكي معاهم ونحكيو معاهم وصحاب تو مي اللي بقي الكل يفك يعني حيلك زروسك وانت ما زلت تمضغ مع هاك يقول لك لحظة بركة يقلعها ويهزها يستعملها والله يهزها عنده دونك بالنسبة للتلفزة كي تجي بروبوزيسيون محترمة معناها افيك بليزير مي سينو مانيش جيعان للتلفزه الحقيقه خصوصا عملت في التلفزيون انك تضمن انه في ليستك في مكتوبك ان فانت كونت بعد فلوس وحتى قدر زاد راهو شوفي زاد توا باش تجي تهز فلوس معناتها تخلص باش تدخل في كلاش انت وصاحبك عرك واليوم وغدوه والممثله في بلان فلان بيه عليه الاخرى خطبني ما خطبهاش خذات درا شنو معناتها لا انزل الله بها من سلطان ما عندها حتى علاقه بالفن يعني حتى الفن بيدو اللي قاعد يتعمل فريمون هابت ياسر هابت ياسر لو نيفو اللي ديفينو تري با على المستوى الاخلاقي والثقافي اخلاقي راه مش معناها نجم نغلطوا الكلنا راه نجم نغلطوا الكلنا مره في تعمل زله تعمل خدمه مش مزيانه مرتين اما انه على بعضه معناتها اغلاط برشا شكون هاللي قاعد يغلط على برشا برشا انا نشوف فيهم خمرش نشوف فيهم توا هاك تشوف في البلاتو عارك ومعروك الواه علاش؟ على خاطر باش تعمل الفن يتعمل بالمحبة. مما لا شك ما تعملش الفن بالمحبة سايب عليك بعد راه معناتها زايد نعرفوا بالعرك ودزان وفما حكايات معناتها حكاية سمعتها ديرنمون يعني فما ناس يدخلوا طولت عليك في فيت في فما ناس معناتها يدخلوا له البلاتو باش يعملوا له الكلاش باش يحطموه في خدمته في عروض المسرح اللي عنده. راني حاضر على جلسة فين غريبة في التلفزة التونسية واحدة ما تلفز تونسية شعلينا فيها راهو غريبة عاملين يعني. جلسة يخطوا فيها كيفاش باش يمشي الممثل لا 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 آه. انت في بلاتو هك اي وعندك عروض مسرح مسرحيتك يدخل ان كرونيك جوست بور تو ماتراكي تاك 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 فهمت. تاك محذر روحه باش يطيح لك الخدمة نتاعك في الماء انا قاعد في القعده واللي حكيه والناس في الموضوع هذا يا اخي وصلتوا للدرجه هذه قلت لهم علاش ما تبش تعمل فن تعملوا بالعفن
وي باش تعمل الفن تعملوا بلا فن. شكرا فؤاد، شكرا فؤاد. غامقه شويه اليوم اللقاء. ليه 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 يا ولدي، راهو على غالب تقول فيه يدوخ على خاطره قاعدين عاش فيه، انت عايشين فيه 100% اللي تحكي فيه، وقاعدين نشوفوا في كل الميادين راهو الامور هذايا. دونك نعملوا طلع الشيف، اش قولك ترى؟ شوف شوف نشم في الريحه انا من قبيله. مش نورمال. فوحه. عملنا السوفلي قبيله قاعد يتيب على روحه، تو نستنى باش نخرج السوفلي شويه اخر، ومن بعد باش نحط البان شوكولا. عملنا الشوكولا نتاعنا بان شوكولا، باش نوريك ديمونستراسيون في البات البيضة خاطر عملتهم كل اللي خدمتهم. باش نوريك نحل عجينتي هكايا هنا، اما تبدا بات شوكولا. ونحط شوكولا دي دروب دو شوكولا مقصوصين هكا. ونجي في وسطها ونلفها كما قلنا. هنا الهدف نتاعنا باش نبعدوا من المواد الدهنيه والشحومات، نقصوا على الوليدات الصغار. فهمتني؟ هاي هنا ونجي هوني بعد نجرحها خبيزات صغار. ندهنها بالعظم، بعد ما ندهنها بالعظم باش نحط فوقها الشوكولاته، والا تستنى تطيبهم كما هذوما باش نطيبوهم ونذوبوا الشوكولاته وندهنهم بالشوكولاته ديريكتومون. جوستومون هنا حاجه بركه، الشوكولاته ما يلزمناش نزيدها حتى شيء، لا نزيدها كريم فريش، لا نزيدها حليب، لا زبده، لا حتى شيء، خليها كما هي ساده تيره زيت. علاش؟ خاطر كي باش تدهن بها ولا باش تخليها باش تجمد لك من بعد. كي تحطها انت في الساندويتش تلفها الولايات صغير في سيلوفان ولا الومنيوم ولا حتى بابي باش تنحى له كل من بعد في البابي. كي تبدا يابسه البات الشوكولا تقعد على تقعد لصقه في الخبز، لصقه في الـ في الـ في الـ في البان وشوكولا. بان وشوكولا. ميرسي شيخ، نرجعوا لك بعديك. شكرا على حضورك القيم. كوثر نشكرك انت على الاستضافه، ونشكر ليكيب تكنيك اللي هم واقفين ما يظهروش في الصوره، لكن كلهم دي جون. سون ايكيب دو جون، تبارك الله ربي يوفقكم ان شاء الله. ونعمل جوست امي وبابا ماهمش موجودين في تونس تو، هم في السود في مدنين. نوجه لهم تحيه وربي يطول في عمرهم، لانه هما تجرس جوستومون. ربي فضلهم لك فؤاد، وربي فضلك صغيرات وسيوي فضلك المدام. باش بالنسبه لنا نحن نمشيو الفيديو جاك ونرجعوا لكم باش نحكيوا على السلطه الرابعه، مع السلطه الرابعه، مع صاحبه الجلاله سليم بوخذير. نرجعوا لكم بعد.